بالوقت اللي عم تتقدم فيه إسرائيل بالجولان المحتل بجنوب سوريا وتحتل أراضي سورية جديدة وعم تقصف عدة مواقع بسوريا بيناتهم العاصمة دمشق، نظام الأسد وحلفاء الروس والإيرانيين عم يقصفوا إدلب بشمال سوريا. من الصبح لهلأ أكثر من 15 غارة من قبل طيران الحرب الروسي تم تنفيذها على أماكن مختلفة بأرياف إدلب واللاذقية. إحدى الغارات كانت قريبة من هذا المخيم. هذا هو النظام الممانع المقاوم اللي ما ضرب ولا رصاص على إسرائيل وبفضي كل حقده وغضبه وإجرامه على الأهالي هون بإدلب. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله. الغارات كانت قريبة من كل يوم. إيه والله قريبة ومتنا جمدنا. أنا معايا السكر هيك رجيف ليك هبط السكر معايا والله أقسم بالله انقطعت قلوبنا. كانت تدخني هون عبت الدنيا. عبت الدنيا هيك وصارت ولك تضرب قال أنا تخبى بالخيمة. إيش الخيمة تتخبيني خرقة يعني إذا إجت قذيفة أو إجت شيء ما بتذبحنا. الحمد لله. شو عملتوا يا أمي؟ الحمد لله ايش بدنا نساوي؟ مسلمين امرنا لله والله العظيم. يا أمي؟ قلبي لك ما ركز. سلامة قلبك، ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب يا أمي على أساس يعني إسرائيل عم تقصفوا هلا بالشام وعم تتقدم بالجولان وبيجي برد بإدلب ليه؟ يعني هلا هاي إسرائيل عم تضرب اللي هدول الروس. الروس يا. ايه بس عم اقول اسرائيل عم تقصفوا بالشام، ليكوا يا شباب المشكلة امنا ما يميز انه اسرائيل اللي عم تقصف ولا الروس اللي عم يقصف ولا النظام اللي عم يقصف. ما نعرف ثاني شيء، اسرائيل هدول الروس مين ما بنعرف ثاني، شاكين شكيتنا لله وبس. ونعم بالله، يا امي اسرائيل عم تتقدم على النظام بجنوب، هو بيجي بيقصف بشمال. ليه؟ يا اخي حقه من هون ليش عم يضرب هالعالم؟ ما بعرف ليش بيضرب هالمخيمات، يعني هجرنا اول مره؟ كل ما صفر هيك اعمى هيك بالارض كمان معي السكر. الحمد لله رب العالمين. شو رسالتك للي عم يقصف للي عم يشتغل؟ رسالتي بشكي لله بس، هاي رسالتي عند الله رسالتنا. حاج دقنا 13 سنه متنا والله العظيم متنا. ايش بدنا نساوي؟ رسالتنا عند رب العالمين. الحمد لله على سلامتكم يا أمي، ألف الحمد لله على السلامة، والله يحميكم من كل شر يا رب، ألف الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم يا رب أستاذ هادي. الغارات كانت قريبة من هون ما؟ للأسف شديد غارات قريبة جدا من المخيم اللي احنا عايشين فيه، طبعا بعد تنفيذ الغارة حالة خوف شديد عند الأطفال، عند النساء، عند الكبار. شفت أنا في ناس مركبة أغراضها وبدها ترحل بدها تروح. في قسم كبير اليوم الأهالي حملت أغراضها، فكت خيامها، هربت اليوم من القصف، طبعا احنا متعودين على النظام، أي ضربة بتجي بدمشق بيقوم الضرب لنا كمهجرين، بعد كل شيء الألم اللي احنا جيه، اليوم عم نلاحظ إسرائيل عم تدمر بقلب المزي، بقلب المهاجرين، للأسف شديد عم بيكون الرد على مخيماتنا اللي احنا عايشين 5 سنوات هربنا، هذا هربنا من الضرب اللي كان عايجينا. بس اليوم نحن كل عم نتساءل انه ليش النظام اسرائيل هو اساس محور مقاومي ومقاومي وممانعه. اليوم اسرائيل قامت بتدمير الجنوب اللبناني، واليوم حتى بلشت تدمر دمشق. النظام كان الرد واضح اليوم على مخيماتنا، هاي الخيم المهترية اللي 5 سنوات اليوم للأسف شديد تحت صراخ الأطفال هربت وتركت الناس، احنا ما نعرفانين وين نروح. احنا بنقول كسكان المخيمات الى متى؟ النظام اليوم بين عجزه وبين شيء، بنتمنى قرار دولي يزيل هالنظام اللي بالحقيقة اصبح هو عبارة عن وهم وخيال. الف الحمد لله على سلامتكم يا عمي. الله يسلمك يا اخوي. الله يسلمك. الغارات كانت حواليكم؟ والله اي والله غارات حوالينا والله العظيم، دقنا نهار اخو حفياني، احنا ما نعرف وين نتوجه. انا مستغرب يعني ليش يعني انه بشار الاسد اسرائيل بتضربه هناك بالجولان، بتضربه بسوريا، بتضربه بدمشق، بتضربه بالمزي، بيجي بيضربنا احنا هون. طيب ليش عم يضربنا احنا هون؟ ايش في له عنا يعني انا مستغرب يعني يضرب روح يضرب اسرائيل عم يضربنا احنا، ايش مساوين قاعدين بخيم احنا؟ صحيح ليه؟ والله هاي قصه بدنا نشوف ناشد العالم، ناشد الدنيا كلها، ليش اسرائيل بتضربه بيضربنا احنا ايش سوينا له؟ احنا استوينا وهجرنا من بيوتنا، قعدنا بخيم، قعدنا بدور، ليك والله وضعنا صعب قسم بالله، الطيران هلكنا هلاك، ايش في له عنا؟ يروح يضرب اسرائيل ولا 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 رصاصه ولا ابدا يا ولا تقدموا بالجولان وعم يقصفوك نهار بالمزي ولا رصاصه؟ بضربوا بالمزي كان يقول نحتفظ بحق الرد بعد اقول انا رد علينا كلها تكالبت علينا، الله لا يوفقه ان شاء الله، يروح يرد على اسرائيل، ما هو عميل اسرائيل،
هو عميل إسرائيل والله العظيم. هاي الغارات بس فزعتنا الأطفال، هدول الروس ونظام الأسد مرجلتهم على أطفال، هدول العزل الأطفال الصغيرين. نشكيهم إلى الله، نشكيهم إلى الله شلون بيعملوا بهالأطفال. واللي نحن ما يفارقة معنا، ليك ساكنين بخيم وخيمنا بالي، عرف شلون؟ ومع ذلك لا يا روحي لا يا حبيبي. لا تخافي يا عمو، لا تخافي يا بابا، لا تخافي، خلص راحت الطيارة وما ضل شيء. أبي فزعنا الأطفال، هذا الشاطر فيه هو، عرفت شلون؟ ونحن الحمد لله بإذن الله صابرين والنصر قريب بإذن الله. طيب عمي، يعني هلا الشيء اللي ما حدا عم يستوعبه إنه إسرائيل امبارح تقدمت بجنوب سوريا بالجولان، وكل نهار بتقصفوا بالشام، ما حكى ولا كلمة، خزف بإدلب هو والروس. هو هاي مرجلته أساسا، هو بالسرجة يطلع تطليع بس يوم إسرائيل، هو إسرائيل تتقدم عليه، هو بيطالع طيران هو والروس بيجوا بيضربوا مرجلتهم على مين؟ مرجلتهم على مثل هاي الطفلة وهاي أطفالنا، هدول مرجلتهم عليهم بس. الله صلت الظالمين على الظالمين، إن شاء الله الله بيخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب. آمين يا رب. عمي شو سبدو منكم؟ هجركم أول مرة وعدكم بخيم، وخيم هاي لا بتحمي بالشتوية ولا بالصيفية، ولسه على حقكم لا يخسف حواليكم يخسفكم. والله نحن منعرف هن إذا طلع بيدهم يمحوا أثارنا خالص، ما بقصروا، بس بإذن الله صامدين والحمد لله رب العالمين، ساكنين بخيم وعم نخلف أطفال صغار ليكون هوني، وبإذن الله صامدين لآخر نفس فينا، وبإذن الله منتصرين، إن كان شهادي منتصرين، وإن كان منتصرين على الطغاة منتصرين، وكله عنا النصر واحد إن شاء الله يا رب. الحمد لله على سلامتكم يا عمي.